السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الكم. هلا احنا طبعا من المرة السابقة حكيتك شوي انتروداكشن عن هذا الموضوع، وعطيت هذا الواجب اللي هو البروبلم 1.7 الكالكوليت اللي هي دي باي دي تي لمين الاكسبكتيشن فاليو لمين للبي الزخم المومنتوم. الجواب راح يطلع معك هيك. طبعا انت بتشوف هذا، طبعا شو اسمه السؤال اللي عليه نجمة، السؤال اللي عليه نجم شوي يعني شوي صعب، فبالتالي هذا موجود محلول معك في السوليوشن مانوال سوليوشن، بس تطلع لي انت حاول انك تحله، وهذا اسمه قلنا ايش، قانون نيوتن الثاني. بعد ذلك اخذنا الانسرتينتي برنسبل وقلنا هو المبدا اللي انبنت عليه الكم، انه هو مستحيل اني انا احدد البوزيشن او الموقع للجسيم والزخم اللي هذا نفس الجسيم في آن واحد، في آن واحد يعني في وقت واحد بدقة تامة. يجب أن يكون هناك خطأ بأحدهما، يعني دلتا سيجما أو سيجما إكس أو سيجما بي يجب أن لا تكون تساوي زيرو. أذروايز لو كانت واحدة منهم تساوي زيرو إحنا تورطنا بالأخرى، لو كانت هاي تساوي زيرو معناته هاي ما لها نهاية، لو كانت هاي زيرو كانت هاي إيش ما لها نهاية. فحتى نتجنب ما لها نهاية في حلولنا في المسائل الفيزيائية يجب ان لا تكون هاي لا تساوي زيرو ولا هاي تساوي زيرو. هذا يدل على ان هنالك خطا موجود في حساب البوزيشن، ويوجد هنالك ايضا خطا في حساب او في تقديرنا في حساب المومنتوم او اللي هو الزخم في جميع الاحوال، حتى لو تطورت ادوات القياس وصارت ادوات القياس احسن وافضل من ذلك، حتى لانه هذا المبدا مبدا طبيعه في النيتشر في الطبيعه، يعني مبدا خارج عن يعني مبدأ خارق، خلينا نقول مبدأ خارق لقوانين الطبيعة واللي بنعرفه احنا، وهو يتعارض طبعا مع مين؟ مع قوانين نيوتن هذا المبدأ، لأن قوانين نيوتن بقول لك انا بقدر احدد الموقع والزخم في آن واحد بدقة تامة، ما عندي مشكلة. وين كانت الدقة هذيك مش شايفينها؟ كنا احنا مش شايفينها صراحة ايام نيوتن، كنا في وهم انه كان في عندنا دقة، لكن الواقع والصح والحقيقة انه هنالك في أخطاء كانت إحنا يعني ما كنا ملاحظينها في قوانين نيوتن، خاصة عندما يتحدث الأمر عن الميكروسكوبيك أو اللي هو المايكروسكوبيك الفيزيكس اللي هو الفيزياء العالم المجهري اللي هو عالم الصغير. باختصار الحديث، الكم هو عبارة عن يعني كأنك تعمل زومينج على الصورة من بعيد ترى الصورة جميلة وراقية، هذا بسميه فيزياء كلاسيكية. لكن إذا عملت لها زومينج يعني قربت هذه الصورة إلى أقرب صورة ممكنة، ممكن تصير الصورة فيه تشوهات. هذه التشوهات هي الحقيقة، هي الواقع، ما كنا نشوفها زمان، لكن هذه التشوهات اللي في الصورة اللي عندما نقربها بنعملها زومينج هي الأصل، هي يعني هي الحقيقة الفيزيائية اللي احنا نبحث عنها. تمام، ما كنا شايفين هذه الحقيقة الفيزيائية، فذلك هذا المبدأ مهم جدا، هذا بسموه uncertainty principle، مبدأ اللا تحديد. طبعا هو لا يقتصر فقط صراحة على الموقع والزخم، وإنما يقتصر يعني يقتصر كمان في له كميات فيزيائية أخرى في المستقبل راح نتعرف عليها، أزواج من الكميات الفيزيائية لا يمكن قياسهما مع بعض في آن واحد بدقة تامة، وإنما واحد على حساب الآخر، يعني الخطأ في الأول على حساب الخطأ في الثاني، الدقة في الأولى على حساب الخطأ في الثاني، وهكذا. فبالتالي إحنا الآن في عنا بعض الأسئلة بدنا نحلها اللي قلت لكم عنها الواجب، حتى ننهي هذا الانترودكشن اللي هو تشابتر رقم واحد، وبعدين ننتقل للتشابتر رقم إيش اثنين. أول مثال اللي هو رقم بروبلم 1.9، هاي عندي فانكشن زي هيك صح، طلع حيث A و B بوزيتيف كونستانت، هاي A كونستانت وال A سمول لتر كمان كونستانت، وهاي ماس للجسم ممكن، وهاي ايش البوزيشن ال X وال H بار بتعرفوها، وهاي في عندي ال I F مثلا او ايا كانت. الان ايش بدي A، A اللي هو هاي اللي هو نورماليزيشن كونستانت، هذا بتعرفوا كيف بتربع هاي صح، تأخذ الموديل لها بتعملها تكامل صح ولا لا، الماينس انفينيتي لبلس انفينيتي بتسويها واحد تقدر تطلع ايه. طبعا الحل موجود كمان معكم في المانوال سوليوشن، بس انت حاول تحلها لوحدك، تعلم هون راح تعلم على بعض التكاملات، وراح يجي عندك نوع من التكاملات اود ايفن ايفن اود 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 ايفن ايفن فانكشن، هاي بدك تعرف عليها كيف انه هاي التكاملات ممكن يكون صفر، مثلا اود ايفن فانكشن هاي على السريع صفر جوابها،
فبالتالي ايش راح تعرف على ايش انواع من التكاملات هاي هون. غير ايه بدي تحلي بي سي ودي بس بلاش بي سي، بدنا نعمل الاكسبكتيشن فاليو للاكس وللاكس تربيع والبي والبي تربيع، هاي الفورمولات موجودة، وبدنا نعمل بي للاكس والبي ايه والسيجما للبي كمان. يعني بدنا نحل A و C و D، كيف تحل هدول؟ كله موجود معك بالفورمولات. هيو بالنسبة ل هاي الفورمولات السابقة صح؟ هاي أنا معادلة 1 و12، هاي مثلا الـ X، إذا بدك تحسب الـ X هي زي هيك صح؟ بدك تحسب الـ B كمان، في هون حكينا عن الـ B كيف نحسبه، هاي الـ B شوف هاي الفورمولا بتاعت الـ B. بدك تحسب البي تربيع، شو بدك تحط محل الاوبريتر بي صح، بدك تربعه تحطه هون، يعني بتصير هاي ايش مربعه، بتصير بارشل سكويرد على بارشل اكس سكويرد لمين لبساي، بس ايش بدك تربع هاي كمان، هاي بتصير اللي هي اتش بار تربيع، والماينس اي بدك تربعها تربيع، يعني هاي بي تربيع، والاكس تربيع نفس الاشي، لما تيجي تحط الاكس كمان هون مثلا تربيع، شو بدك تحط هون تربيع، تحل على التكامل هذا. بالنسبة لسيجما اكس وسيجما بي، هي القانون تاعها اخذته سابقا، هيو بوريكم اياه وينه، هيو سيجما بدك تحط للاكس، بتحط هون اكس تربيع وهون اكس صح، شوف في عندك، يعني السيجما اكس هي عبارة عن الاكس تربيع اكسبكتيشن فاليو ماينس الاكسبكتيشن فاليو للاكس تربيع، شوف في فرق بيناتهم، بتحسب اول شيء هاي بالقانون هذاك السابق، وبتحسب بعدين هاي بالقانون ايضا. طبعا اذا انت حسبت واحده خلص تقدر تحسب الثانيه، تحسبها وبعدين تطرح بيناتهم وتحطها تحت الجذر، هذا بالنسبه للاكس. طب سيجما بي، تحط بي تربيع الزخم تربيع اكسبكتيشن فاليو ماينس البي اكسبكتيشن فاليو مربعه بهذه الطريقه وبهذه الصوره. هذا ايش؟ هذا سؤال مهم جدا لازم تعرفوه، اللي هو 1 و9، 1 و9 هي تحت هون من الأسئلة المهمة اللي لازم تعرفوها، 1 و9. إذا بنحل A و C و D. في كمان سؤال آخر عندي هيو لازم نحله كمان، صير في عندك 3 أسئلة، سؤالين صراحة. B إثبات، هذا إثبات موجود معك فوق، أثبتناه هذا show that، فهذا ممكن أقول لك أثبت انه بارشل او دي اوفر دي تي لهاي الفانكشن يساوي صفر. هاي لما قلت لكم بعد انه اذا كانت نورمالايزد عند تي تساوي زيرو فانها نورمالايزد ات اني تايم ليتر اون، يعني في المستقبل راح تظلها نورمالايزد. هذا بدل من ناحيه رياضيه، يعني صيغه رياضيه له، انه مشتقتها بالنسبه للزمن هذا التكامل يساوي صفر صح؟ لما يكون مشتقته بالنسبة للزمن يساوي صفر، شو يعني معناها هذا ثابت، يعني نورمالايزد، فبالتالي هذا موجود معك بس بدك تنقله من فوق. السؤال المهم اللي عندي هنا اللي هو هذا 17 اللي هي اي بساي للاكس 0 عندك اياها بهذه الطريقة. أول إشي بدنا نحدد الـ A صح؟ طبعا حدود التكامل طلع من ماينس A لبلس A، يعني بتيجي تعمل التكامل للماينس A للـ A لهاي تربيع كله بالموديل دي اكس ايش تساوي 1، وبتطلع من هون ايش دي اي تربيع و اي. الامر الاخر من غير اي بدنا نوجد كمان اللي هي دي و اي و اف، فايند اللي هي اكسبكتيشن فاليو الاكس تربيع والبي تربيع، فايند ذا انسرتينتي ان اكس يعني سيجما اكس، احيانا بكتبها هيك طلع فايند ذا انسرتينتي ان اكس، أوجد عدم التحديد في إكس، هي نفسها سيجما إكس، يعني بدل زمان بقينا نكتبها الفيز حديثة دلتا إكس، بس بنقدر نكتبها بالطريقة إيش اللي هي سيجما إكس، وبتعرفوا وين قانونها هناك. فبالتالي هاي المسائل بإذن الله تعالى بدي إياكم إيش إنكم تحلوها، وهي معكم أنتوا الويك إند، وتسلموها على الواجب. هلا راح أعمل واجب الريبورت أو الهوم وورك 2، فبتحلوه اللي هو سؤال 1، طبعا هون اول سؤال اللي هو حكينا عنه هي هون 1 و7، طبعا هذا اثبات، تحلوا 1 و9
بتحلهم. واحد وسبعتاش وواحد وستاشر. وإلى اللقاء المرة القادمة، راح نبلش إن شاء الله في تشابتر 2. إذا درست هذا وردت عدته أنت بشكل عام بشكل جيد، راح تكون أمورك تمام، وراح تنطلق إلى التشابتر 2، تكون الأمور لك أسهل بكثير بكثير جدا جدا جدا. لكن لازم تتدرب على المسائل هاي، وتتدرب على الفيزيكال مينينج والمعنى الفيزيائي والمغزى الفيزيائي للكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.